السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نناقش فيها خطورة الأخطاء الطبية والأسباب والحلول الممكنة. الأخطاء الطبية عنوان لجبهة أخرى تستهدف الأبرياء في ظروف متداخلة، يبقى الغموض عنوانها الأبرز. لم يحدث يوما أن عوقب طبيب نتيجة إهماله لحياة المرضى واستهتاره بأرواح الناس. بالنسبة لإثبات الخطأ الطبي من عدمه، فإن ذلك منوط بما يسمى المجلس الطبي الأعلى من خلال عدد من الإجراءات التي من شأنها التحقيق في الملابسات واتخاذ الإجراءات العقابية. 5 أسابيع تقريبا فرقت بين خضوع الناشطة عايدة العبسي رحمها الله لعملية لاستئصال المرارة وبين وفاتها نتيجة ما يقال أنه خطأ طبي في العملية، وبصرف النظر عن تقرير سبب وفاتها لأن ذلك مرتبط بتحقيقات اختصاصية وإجراءات قانونية، إلا أن جرائم الأخطاء الطبيعية واقع ومشاكل متراكمة. نتساءل لماذا تحدث الجرائم الطبية وما طبيعة حدوثها، ومن الجهة المعنية بمحاسبة مرتكبيها، وكيف يمكن الحد من المزيد من الضحايا؟ هذه التساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عنها من خلال ضيوف الحلقة. سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز مسؤول الإعلام التثقيفي في مكتب الصحة سيد تيسير السامعي، وسيكون معنا من تعز أيضا عبر الهاتف المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري، ومن تعز أيضا الصحفي منصور الأكهلي. إذن أبدأ وأرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية السيد تيسير السامعي مسؤول الإعلام التثقيفي في تعز. سيد تيسير، أسعد الله مساك بكل خير. أهلا وسهلا أخي، حياك الله وسعيد أن أكون معكم وأشكركم على اهتمامكم وفتحكم هذا الملف. أهلا بك سيد تيسير، يعني ربما فتح هذا الملف نتيجة تراكمات كثيرة في هذا الشأن، هناك قضايا عديدة ربما منذ عشرات السنين ونحن أو عفوا ما يقرب إلى 10 سنين وأكثر ونحن نسمع عن أخطاء طبية كارثية، ونتساءل هنا هل يمكن وصفها بأنها أخطاء طبية أم جرائم من خلال العديد من الوقائع في هذا الجانب؟ طبعا أخي العزيز، بالنسبة للأخطاء الطبية هي ظاهرة ليست جديدة وليست يعني آنية، هي ظاهرة قديمة ومستفحلة وموجودة بشكل كبير جدا، يعني ليست من اليوم. هذه طبعا ظاهرة ربما قد راح ضحيتها المئات أو الآلاف من الناس، لكنها تظل هذه الأخطاء لا يتحملها الطبيب وحده أو الأطباء وحدهم. نعم. هي تعتبر جزء من المشاكل المنظومة الصحية بشكل عام. يجب أننا أولا أن نعرف أن الوضع الصحي في بلادنا لم يكن وضعا مثاليا ولم يكن في المستوى المطلوب، كان هناك قصور، هناك مشاكل، هناك الكثير من المعوقات التي تعوق تقديم خدمات طبية راقية للمواطنين. فنتيجة لذا للوضع الصحي المزري ظهرت يعني ظاهرة الأخطاء الطبية، وربما يعني وصلت إلى مرحلة كبيرة من الإشكالية. أنا أقول بأنه اليوم ما حدث للأخت عايدة العبسي طبعا هو شيء مؤسف جدا، وهي لم تكن الحالة الأولى ولم تكن الحالة الأخيرة، هناك غيرها المئات الذين تعرضوا ربما فقدوا حياتهم بسبب أخطاء طبية، لكن كما قلت لك هذه ظاهرة لا يتحملها الأطباء وحدهم، إنما هي نتاج الخلل الموجود في المنظومة الصحية بشكل عام.
الظروف الأطباء يعملونه في ظروف إنسانية صعبة، يعني في ظروف صعبة، ربما هناك إمكانيات تشحيحها، هناك أيضا الوضع المزري، الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد البلد، فهذا يؤدي الى انه يعني الطبيب هنا سيد تيسير يعني حتى في الوضع الصعب والوضع الاستثنائي وهنا يعني هذا الامر لا يتيح للطبيب بان يقوم باجراء عمليه او معالجه مريض، ربما في نهايه المطاف ينتهي الامر الى وفاه هذا المريض. وقفه جاده ومسؤوله بحيث اننا يعني نجعل من هذه الحادثه وقفه نعيد فيها النظر في اصلاح المنظومه الطبيه بشكل عام. إذن ربما هناك مشكلة أو تأخر كبير في الصوت، أتمنى من الفنيين العمل على حل هذا الخطأ، ولكن لو تسمعني جيدا الآن، أنا كنت قد يعني دخلت بالحديث معك في مسألة أنه هناك شح في الإمكانيات، وهذا الأمر لا يعد مبرر لأن يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية لمريض أو يعني التدخل في يعني حالة المريض وهو يعلم أنه في نهاية المطاف قد يأتي الأمر إلى وفاة هذا المريض. نعم أخي، فعلا هذا كلامك سليم، إنه الطبيب هنا أمام مسؤولية إنسانية ومسؤولية اجتماعية، بأنه لا يقدم على عمل أي عملية إلا أولا أن يكون طبيب متمكن قد درس وتعلم على أيدي أطباء مهرة، ولا يمكن أن يدخل أي طبيب غرفة العمليات إلا وقد أجيز من أطباء مهرة بحيث يسمح له بإجراء هذه العملية. لكن كما هناك أحيانا بعض الأطباء يجتهدون فيذهبون إلى إجراء بعض العمليات، ربما قد يكون أحيانا من أجل إنقاذ حياة المريض، أحيانا تكون العملية مستعجلة ويضطر الطبيب أن يتدخل من أجل أن ينقذ هذا المريض، فتحدث أخطاء. لكن أنا قلت لك نحن المسؤولية ليست مسؤولية الطبيب وحده، المسؤولية نتحملها جميعا، تتحملها الحكومة، تتحملها أيضا الوزارة، يتحملها الجميع، لأنه كما قلت لك هذا نتيج على الخلل في المنظومة الصحية بشكل عام. هنا أنا كما قلت لك أخي شادي بأنه الحادثة الذي حدثت اليوم للأخت عايدة هي لابد أن تكون عبارة عن وقفة مراجعة، نقف جميعا من أجل إصلاح المنظومة الطبية والصحية، بحيث نبدأ بمرحلة إعادة هذه إصلاح المؤسسات الطبية بحيث تقدم خدمات ولو حتى خدمات الحد الأدنى للمواطن. اليوم يا أخي يعني الوضع الصحي في البلاد لم يكن وضعا مثاليا من قبل الحرب، كان هناك يعني مشاكل إشكالية كثيرة، والموازنات التي كانت تعطى للقطاع الصحي أو لوزارة الصحة كانت قليلة جدا مقارنة بالميزانية التي كانت تعطى للدفاع أو لوزارة أخرى، كان هناك إشكالية. جاءت الحرب وأدت إلى انهيار المنظومة الصحية خاصة هنا في مدينة تعز، وأدت إلى دخول القطاع الصحي في مشاكل كبيرة. الآن يعني نحن يعني مكتب الصحة والسكان ومدعوم بالوزارة الصحة والسكان وأيضا شركاء التنمية الصحية يعملون على يعني نعمل على إعادة يعني إصلاح المؤسسات الصحية من جديد. طبعا هناك تحسن، الحمد لله هناك تحسن لا بأس، وإن كان ليس بالشكل المطلوب لكنه تحسن أفضل، هناك يعني الأمور تتحسن إلى الأفضل إن شاء الله. نعم. والمؤسسات الطبية عادت لتعمل وإن كانت ليست بالشكل المطلوب لكن بشكل أفضل مما كانت. نعم. لذلك نحن اليوم لا يجب أننا نحمل كما قلت لك نحمل الأطباء مسؤولية وبدون أننا أيضا ننظر إلى بقية الجوانب الأخرى بأنه هذا نتاج خلل موجود في المنظومة الطبية وليست من اليوم إنما ربما من عشرات السنين. نعم، إذن ابقى معي سيد تيسير، وأرحب الآن بضيفي من تعز رئيس مركز ريف عدن للإعلام الاجتماعي سيد منصور الأصبحي. سيد منصور أسعد الله مساك بكل خير.
أسعد الله وصاكم بكل خير وأتمنى لكم كل خير. أهلا بك سيد منصور. إذا نتحدث في حلقة اليوم عن الأخطاء الطبية الكارثية والمتكررة بين فترة وأخرى والتي يعني تودي بحياة الكثير من الناس، يعني برأيك من المسؤول عن حدوث وتكرار هذه الأخطاء الطبية؟ أولا الفاتحة لروح الفقيدة عائدة العبس الله يرحمها وبروح فقيد راح وفية الأخطاء الطبية والخلل الموجود في المنظومة الصحية في محافظة تعز تحديدا يعني أو في اليمن بشكل عام يعني. قضية عائد العبسي ربما لم تكن الأولى ولم تكن الأخيرة في ظل الانهيار الحاصل الآن في المؤسسة الطبية اليمنية وخاصة في محافظة تعز. مشكلة المنظومة الصحية في تعز الخلل الإداري ربما حتى أثر على الجانب المهني والجانب التقني والفني للأطباء في الكثير من المستشفيات خاصة المستشفيات الحكومية والتعز المليئة بالصراع. يعني أكبر مشكلة في تعز من الصراع السياسي انتقل إلى المناطق الصحية بشكل خاص مستشفى الثورة اللي تعتبر الحائط النبكة لكل السكان المحافظة يعني مستشفى الثورة اللي تمتلئ بالعشرات والمئات. طيب سيد منصور، سيد منصور يعني فقط أعتذر منك، هناك رداءة في سماعة أو في عفوا في سماع الصوت، سيقوم الزملاء بمعاودة الاتصال مرة أخرى، ولكن ريثما يعود السيد منصور الأصبحي سنذهب الآن لمشاهدة هذا التصريح الخاص لمدير مكتب الصحة في تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي حول الأخطاء الطبية والتي تحدث بشكل متكرر. نشاهد هذا التصريح سويا. أخطاء شائعة تحدث في جميع أنحاء العالم وفي أرقى القطاعات الصحية على مستوى دول العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية يتوفى 98 ألف مريض نتيجة للأخطاء الطبية. هذا لا يعني أننا نبرر لأنفسنا للاستمرار في مثل هذه الأخطاء، لكن يمكن حماية المواطن من حدوث الأخطاء الطبية بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة. كما نعلم أن القطاع الصحي انهار انهيار كامل جراء حرب الميليشيات الانقلابية على هذا الوطن، تم تدمير جميع مقدرات القطاع الصحي ونزوح الكادر المتخصص. لا يعمل داخل تعز سوى 10% من الكادر المتخصص، والغالبية منه ذهب يبحث عن لقمة العيش إما داخل الوطن أو خارجه. اليوم المؤسسات الصحية ومنها المستشفيات العامة والتعليمية والتدريبية تعاني من نقص شديد جدا في الكادر، والكادر المتبقي يقع عليه ضغط شديد نتيجة لازدياد عودة بعض المواطنين إلى المحافظة نتيجة للتحسن النسبي في الجانب الأمني. الحماية الكاملة أو الحماية التي ينشدها المواطن من حدوث الأخطاء الطبية يتم بتأثيث وتجهيز المؤسسات والمستشفيات الحكومية وعودة الكادر والتدريب المتواصل للكوادر الجديدة. كلنا نعلم أن محافظة تعز لم يتم فيها توظيف كادر جديد يحظى بتدريب عالي أو تخصصي ما بعد الجامعة من حملة درجات الماجستير والدكتوراه منذ عقدين من الزمن، بالإضافة إلى التجريف الكبير الذي حصل للكادر المتخصص داخل المحافظة جراء الحرب وجراء الانفلات الأمني الذي يشعر به المتخصص للبقاء داخل. نعم، إذن مشاهدينا هذا كان تصريح لمدير مكتب الصحة في تعز السيد الدكتور عبد الرحيم السامعي، وأعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية السيد تيسير السامعي مسؤول الإعلام التثقيفي في مكتب الصحة. أتمنى أن يكون أو أن تكون مشكلة الصوت قد حلت. تسمعني جيدا حاليا سيد تيسير؟ أهلا وسهلا، أسمعك. أهلا بك، الآن حلت المشكلة جيد، ولكن دعنا نتوقف قليلا هنا عند يعني حادثة وفاة السيدة عائدة العبسي رحمة الله عليها
ما الذي تم في هذه القضية حتى الآن؟ هل هناك وقوف مسؤول من قبل الجهات المعنية على هذه القضية حتى الآن؟ نعم أخي شادي، بالنسبة لحادثة وفاة الأخت عايدة العبسي، طبعا هو يعني حادث مؤسف، لكن كما قلت لك هناك إجراءات اتخذت حتى الآن. إن شاء الله تم تحقيق تشكيل لجنة من قبل مكتب الصحة والسكان، وأيضا مستشفى الثورة، هيئة مستشفى الثورة العام، والقضية ستسير بمسارها القانوني، وإن شاء الله تعالى ستتخذ فيها الإجراءات اللازمة. كما قلت لك وأؤكد أنه حادثة الأخت عايدة ليست هي الحادثة الأولى وليست الحادثة الأخيرة، هناك أخطاء طبية تحدث كما ذكر الدكتور مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحيم أنه تحدث في كل مستشفيات العالم، لكن أؤكد أنه هذه الحادثة كما قلت لك لم تكن الأولى، وهي يعني واحدة من عشرات الأخطاء والحوادث التي تحدث. لكن أنا أقصد وجه المقارنة سيد تيسير، أنا حتى لم أقتنع بكلام أو بما قاله الدكتور عبد الرحيم السامعي حينما قارن الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية ووضع مقارنة يعني بقارة بأكملها فيما قارنها أيضا في مدينة كتعز أو أيضا اليمن كدولة بشكل عام، يعني هناك فارق بالخدمات، لكن الخطأ الطبي هو يعني يأتي في ليس في الشكل الدوري الذي يحصل كما يحدث في اليمن بين فترة وأخرى ونتيجة إهمال، يعني هناك أيضا وضع كارثي. يعني الآن مثلا على سبيل المثال لو تحدثت قليلا في هذا الأمر، هناك الكثير من المرضى اليمنيين عندما يذهبون من اليمن ويصلون إلى الهند ماذا يكون رد الأطباء عليهم؟ بأن يعني التشخيص الخاطئ والعلاج الأول الذي قمتم به في اليمن هو سبب يعني وصول حالتكم أو الحالة التي أنتم بها إلى هذه الدرجة من السوء، وبالتالي لا يستطيع الأطباء التعامل معهم، بمعنى أن هناك مشكلة أيضا في التشخيص، وبالتالي لا يمكن وصف الأمر الذي يحدث بأنه خطأ طبي، وهذا يحدث في كل دول العالم ليس بهذه البساطة. أخي شادي، أحب أن أقول لك يعني نعود إلى الكلام الذي قلناه سابقا. نعم. إنه هناك خلل في المنظومة الطبية في المنظومة الصحية بشكل عام. هذا الخلل ليس من اليوم، هذا خلل له عشرات السنين. اليوم يا أخي قلت لك يعني لم يكن وضعنا وضعا مثاليا، كان القطاع الصحي يعاني من مشاكل كبيرة جدا منذ قبل الحرب، لذلك اليوم لا يمكن أننا نعفو أنفسنا من المسئلة. أنا قلت لك لا يمكن أن نعفو أنفسنا من المسؤولية، سواء مكتب الصحة هنا في تعز، سواء وزارة الصحة، سواء الحكومة، يجب أن نتحمل جميعنا المسؤولية. نحن اليوم أمام مسؤولية إنسانية، وكما قلت لك هذا الحادث الذي حدث للأخت عايدة هو واحد من عشرات أو مئات الحوادث. يجب أولا أننا نقف مع أنفسنا اليوم وقفة ونكون المسؤولة، بحيث أننا نسعى جاهدين أننا نصلح القطاع الطبي بشكل عام. وأول خطوة يجب أن تتخذ في إصلاح القطاع الطبي الصحي هو إبعاد القطاع الصحي عن المكيادات السياسية والصراع السياسي، هذا أول شرط. لا يجب أن يبتعد السياسيين عن أي مكايدات أو مماحكات سياسية في جانب القطاع الصحي. قطاع الصحة له رجاله وله متخصصون فيه، يجب أن يترك لهم المجال بحيث أنهم يعملوا بكل حيادية وكل موضوعية بعيد عن المكايدات السياسية. جميل. واستغلال لكن الحوادث. هنا أيضا نقطة سيد تيسير، هنا أيضا نقطة يعني في مسألة الخطأ الطبي. نعم. الخطأ الطبي هو بالفعل يوجد في كل دولة، ولكن بالمقابل أيضا هناك تحقيق جاد وشفاف ومن جهة مسؤولة، وبالتالي يتم إنصاف أهالي الضحية وإظهار الحقيقة للناس بشكل كامل. لكن ما يحدث هناك صدقني أخطاء كبيرة، أجزم بأنه لم يتم تحقيق بها إطلاقا، وهنا يعني الكارثة. يعني أتساءل هنا بمعرفتك سيد تيسير، هل هناك جهة مسؤولة تقوم بالتخطيط في هذه الأخطاء الطبية وبكل شفافية وتظهر الأمر للناس؟
نعم، في هناك جهات، لدينا جهات كما قلت لك، هناك مكتب الصحة والسكان، نقابة الأطباء، النيابة العامة، كل نعم. هذه الجهات تعمل على التحقيق في أي خطأ طبي يحدث. كما قلت لك الآن حادث الأخت عايدة إن شاء الله تعالى حسب معلوماتي وحسب ما حصل سيسير في مساره القانوني، وهناك لجنة تم تشكيلها، وهناك أيضا مجموعة من الشباب المحاميين اليوم يتابعون القضية، وإن شاء الله تعالى سيتم التحقيق في الموضوع والحادث نعم. وسيعرفوا والمتسبب إن شاء الله سيأخذ طيب. عقابه. طيب سيد تيسير، هذه الجهات التي ذكرتها سيأخذ جزاؤه نعم. لكن هذه الجهات التي ذكرتها هل لم نسمع بيوم ولم يسمع المواطن بيوم أنه هناك طبيب مثل أمام القضاء؟ يعني هذه الجهات التي ذكرتها بأنها هي الجهات المسؤولة عن التحقيق، يعني ربما خلال العشر سنوات الماضية لم نسمع عن أنه هناك طبيب تسبب بخطأ طبي وبالتالي يعني توفي شخص نتيجة هذا الإهمال وهذا الخطأ، ونجد أن طبيب يعني خضع أمام القضاء للتحقيق فيما حدث. أظن أنه لم يسمع أحد و لم تحدث هذا أو يحدث هذا الأمر من قبل. نعم أنا معك، أنا أوافقك أخي، أنا أوافقك هذا الرأي، نفقد إنه هناك كان نوع من ربما لم نسمع أو نرى طبيب يعني ارتكب خطأ تم عقابه أو تم، لكن كما قلت لك أنا حسب معلوماتي بأنه نحن مثلا في مكتب الصحة والسكان كل البلاغات التي تصلنا عبر الأخطاء الطبية نقوم بالتحقيق بها وأيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة. ربما هذا لا يصل إلى الإعلام لكنه موجود، وهناك أيضا حالات أخطاء طبية تم التحقيق فيها وتم رفع تقارير ويعني إصدار عقوبات في لمن ارتكبوا هذه الأخطاء. لكن كما قلت لك يعني اليوم يجب أننا أعود إلى كلامي الأول وأقول إنه هذا الخطأ لا يمكن أننا نحمل الطبيب بقدر أننا نحمل كثيرة. أيضا المنظومة الطبية بأنه هناك خلل في المنظومة الطبية بشكل عام ويجب إصلاحه، ويجب علينا اليوم أننا نتكاتف جميعا ونتآزر جميعا ونقف مع بعض جميعا بحيث أننا نعمل على إصلاح القطاع الطبي وإصلاح المؤسسات الصحية بحيث تؤدي حتى الحد الأدنى من نعم. الخدمات الطبية نعم. لا ينبغي أننا ندخل هذه المؤسسات الطبية في المكادات السياسية بالضبط. والصراع السياسي ونترك المتخصصين والأطباء يؤدون عملهم بعيد عن أي صراع سياسي جميل. أو مكادات حزبية جميل. لكن سيد تيسير هنا قبل أن أذهب لضيفي الآخر، قد فتحنا يعني في بداية الحديث أو خصصنا حديثنا جزئيا حول قضية السيدة العائدة العبسي رحمة الله عليها، وهنا نتساءل يعني هناك يعني الأنباء التي تأتي تتحدث بأنها توفت أو توفيت في مستشفى في صنعاء، لماذا يعني طرحت كل الملامة على المستشفى في تعز التي يعني قدمت لها الخدمة العلاجية في بداية الأمر؟ نعم هذه إشكالية، يعني الأخت عايدة هي مرت في أكثر، هي يعني العملية الأولى كانت في مستشفى الثورة نعم. وثم انتقلت إلى مستشفى آخر، ثم يعني انتقلت إلى صنعاء، ويعني الآن كل التقارير سواء التقارير من مستشفى الثورة العام أو المستشفى اللي نقلت إليه في صنعاء أو المستشفى أي كل المستشفيات التي مرت بها الأخت عايدة رحمة الله عليها، تم الآن طلب التقارير المستشفيات بحيث تعرض على اللجنة وننظر أين كان الخطأ، أي في أي مكان كان الأمر الخطأ، ما زال قيد التحقيق ولم تحدد الجهة أو المستشفى التي كانت صاحبة السبب الرئيس في وصول حالة السيدة عايدة إلى الوفاة. يعني الموضوع ما زال قيد التحقيق، يعني لم تحدد الجهة حتى الآن. اللجنة هي من ستحدد ذلك، يعني اللجنة الطبية التي تشكلت هي من ستحدد من كان السبب المستشفى نعم. الذي كان السبب في وفاة الأخت عايدة.
نعم، إذن أشكرك، تتكرم بالبقاء معي، وأذهب الآن لضيفي الذي كنا قد رحبنا به منذ قليل، والسيد منصور الأصبحي رئيس مركز ريف عدن للإعلام الاجتماعي. يعني سيد منصور، لم نسمعك بشكل جيد سابقا، وسأعيد ذات السؤال. يعني نتحدث اليوم عن الأخطاء الطبية المتكررة، برأيك من المسؤول عن حدوث وتكرار هذه الأخطاء؟ أولا رحمة الله على عائد العبسي وعلى كل ضحايا الأخطاء الطبية والإهمال الطبي والإهدام الإنساني. فقط أشتوى مش فكرة كذا، فقط مسألة انتقال العائدة من مستشفى الثورة أو من مستشفى التعيد تقريبا إلى صنعاء. أولا ليش انتقلت إلى صنعاء؟ يعني طبعا صحيح المعلومة لجميلة سيك إن انتقال العائلة العبسية من مستشفى الصفوة إلى تعيد، أي عفوا إلى صنعاء، كان على أساس أنه ما فيش جهاز في تعيد فلازم تطلع تعمل صنعاء، يعني في عدن ما فيش جهاز، في مارب ما فيش جهاز، إيش معنى صنعاء يعني؟ يقصد أن المسألة قضية زي قضية عائلة العبسية لا تحتاج إلى حالة تنظيرية عشان نبرر أو نتكلم عن أخطاء تراكمية تاريخية. في اليوم مشكلة تعيد أن الصراع السياسي انتقل للمؤسسات الطبية الإنسانية الإغاثية، هذه كارثة كبيرة طبعاً. فقضية الخطأ الطبي اللي حصل لعائلة العبسي، يعني تصور واحدة تفعل عملية مرارة. سيد منصور، عائدة رحمه الله تنقلت بين المستشفيات بسبب مضاعفات العملية الأولى بحد علمك؟ أوصل لك الفكرة فقط. نعم، يعني فقط هو لو وضحت هذه الجزئية ستتضح كثير من الأمور. يعني نتساءل هنا بأنه تنقل السيدة عائدة رحمة الله عليها بين المستشفيات، هل هو ناتج عن تصحيح للخطأ الطبي الذي حدث في أول معالجة في أول مستشفى دخلت إليه حد علمك، أم أنه يعني هي رحلة يعني متنقلة بين أكثر من مستشفى حتى وصلت إلى هذه النتيجة؟ لا طبعا عائدة رقبت بعد العملية 18 يوم، يعني تصور أنت يعني عملية مرارة بسيطة جدا، العملية ليست معقدة، فترقد 18 يوم في المستشفى بعد العملية مباشرة طبعا، شفت كيف؟ ف 18 يوم الحاصل اللي كان سواء كان خطأ طبي أو تعمد أو إلى آخره، أنت في 18 يوم طبعا كانت حالة الإهمال الطبي الموجود، الإهمال الطبي الموجود سواء في الجوارحة أو في التعقيم هو اللي يسبب التسمم الموجود، التسمم السموم الموجودة من العملية، وبعد ذلك تقريبا وحدت وجلست أكثر من أسبوع وكذا، وطلبوها من جديد عشان يعملوا عملية تأهيل للدعامة، دعامة القسطرة. يعني 18 يوم في عملية مرارة، أقصد ربما تكون حالة خاصة، يكون عندها مضاعفات معينة، لكن الحاصل انه في اهمال طبي، ولا يتحمله الطبيب، يتحمله الجراح، تتحمله المستشفى. يفترض الان انه تشك اللجنه الطبيه محايده جدا. نعم سيد منصور، هل تثق بانه اليوم هناك جهه بامكانها بالفعل انصاف اهالي الضحايا من الاخطاء الطبيه؟ يا أخي قضية عائد العبسي تقريبا، قضية عائد العبسي هي قضية المجتمع كله، يعني ربما لن تكون الأولى ولا تكون الأخيرة، يعني فقط لأن عائد العبسي ظهرت على السطح. كثير من القضايا الموجودة تقريبا كان أخطاء طبية تحصل، كان يا ضحايا سواء من مات أو تعسر أو تحول إلى حالة إلى إعاقة بمختلف أشكال الإعاقة إلى آخر. يعني فالقضية ما فيها أنه إحنا بحاجة إلى تصحيح الموضوع الأخلاقية، تصحيح الموضوع الأخلاقية لكل المهنيين سواء في الطب أو في التعليم أو إلى آخره. اليوم في عنا قضية مجتمعية مخيفة جدا في المستشفى، يعني تصور نتيجة الإهمال الطبي الموجود الآن، من يتحمل النتيجة؟ يعني التقارير الموجودة الآن، تقرير عين اللي بيتكلم عنه من زميل تيسيك، تقرير من مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجية، تقرير من مستشفى الصفوة، والطبيب الشرعي طبعا هو موجود الآن تقريبا اليوم أو بكرة في تعز بيقوم بعملية تحليل أو تشريح البصرة إلى آخره. فإحنا بحاجة اليوم إلى يعني ربما لازم نقارن قضية عائد العبسي الله يرحمها وقد مشيت، يعني في قضايا كثيرة ربما اليوم إحنا بحاجة كلنا إلى عملية إعادة تأهيل أخلاقي مهني.
نعم، إذا وضحت الصورة. يعني صور ما بيشتغل صد رد فعل اليوم، كان يستلم أقل حاجة أقل حاجة إنه تحصل عملية إقالة لمدير مستشفى الثورة، أقل حاجة أقل شيء القائم يعمل مدير مستشفى الثورة أو مدير مستشفى الثورة أو الطبيب على الأقل. اليوم الطبيب تقريباً يعني لم نسمع عنه خلاص، رغم انه طبعا طبيب صاحب كفاءة عالية، صاحب خبرة تراكمية، صاحب تجربة كبيرة، يعني أجرالي أكثر من 15,000 حالة. نعم. لكن حصل عملية إهمال يتحمل مسؤوليتها الجراح، يتحمل مسؤوليتها إدارة المستشفى. نعم، إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر سيد منصور الأصبحي رئيس مركز ريف عدن للإعلام الاجتماعي، وأرحب الآن بضيفي من تعز المحامي والناشط الحقوقي السيد عمر الحميري. سيد عمر، أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساك الكريم ومشاهدي قناة القيصر الكرام. أهلا بك سيد عمر، نتحدث اليوم عن الأخطاء الطبية، وهناك ما يمكن اعتباره حملة للكشف عن يعني عن أسباب هذه الأخطاء التي أودت بحياة السيدة عايدة العبسي رحمة الله عليها، ومحاسبة مرتكب هذه الحادثة. في البداية أخي الكريم، أود أن أترحم على الشهيدة المناضلة الأخت عايدة العبسي التي شهدنا جميعا أدوارها النضالية في شتى المجالات الحقوقية والإنسانية واللغاتية والسياسية والمطلبية. نعم. هذه المرأة كانت قدوة وكانت تشكل جذوة نشاط لمصلحة الجماعة، لمصلحة الجميع، لمصلحة الوطن، لمصلحة المواطن. نعم. وبالتالي فإنها في حياتها كانت تعطي الكثير، وأيضا في وفاتها أرادت أن تعطي رسالة بأن على الجميع أن لا يسكت عن هذا الخطأ والتحقق من وجود جريمة خطأ طبي وإهمال طبي، إهمال متعمد من قبل الطبيب الجراح، لأنها تأكدت من ذلك وكان لديها قناعة بأنها تعرضت لهذه الحادثة. نعم. لهذه الجريمة، وبالتالي هناك شعور لدى ذويها بأن عليهم مسؤولية متابعة هذه القضية والبحث عن أسباب الوفاة والتأكد منها ومحاكمة المرتكب هذه الجريمة إن صحت. وبالتالي فإن هذه المرأة في حياتها كانت تقدم النفع للمجتمع، وأيضا في وفاتها أيضا هي تقدم نموذج، وهي تقدم رسالة بأن هذه الحقوق يجب أن تنتزع، ويجب أن يسعى الضحايا الأخطاء الطبية وراء حقوقهم، وألا يتركوا هذه الحقوق متروكة على حبلا على الغارب كما يفعل كثيرين من لا يجدون حيلة لمتابعة حقوقهم مقابل أيضا الصعوبات التي فعلا يواجهها ضحايا الأخطاء الطبية والمتمثلة بصعوبة الحصول على تقارير طبية تثبت وقوع الخطأ الطبي، وتجنب العديد من الأطباء إثبات هذا الخطأ ربما رغم علمهم، أو يتجنبون إصدار تقارير، وخاصة عندما يتعلق الأمر بخطأ طبي ربما يمكن أن يشكل جريمة. هناك مهمة كلف بها المجلس الطبي الأعلى وصدر بموجبها قانون. هذا المجلس يتشكل في صنعاء وتم تشكيله بموجب قانون وله مهام وصلاحيات معينة، ومن ضمنها إصدار تقارير طبية تثبت وجود حالة خطأ طبي، ولكن هذا المجلس لا يجتمع وهناك صعوبة لمتابعته من قبل ضحايا الأخطاء الطبية، ولا يوجد هناك فروع في المحافظات، وبالتالي هذه مشكلة واجهناها. ولكن هل تثقون بأن أن يوصلكم هذا المجلس إلى نتيجة منصفة فيما حصل للسيدة عائدة؟ وأيضا هل هناك أيضا من خلال هذا المجلس قد تم محاسبة دكاترة سابقين على أخطاء طبية اقترفوها بحق مواطنين خلال السنوات الماضية؟ هل هناك شيء ملموس؟ وأيضا هل تثقون في هذا المجلس بأن يقدم الإنصاف لأهالي السيدة عائدة العبسي رحمة الله عليها؟ سيدي الكريم، أقول أن المجلس الطبي الأعلى هو عبارة عن عائق وليس عامل مساعد. هذا المجلس شكل بقانون ويفترض به أن يمارس عمله في صنعاء عاصمة الجمهورية، ولكن هذا المجلس لا يجتمع إلا نادرا. هناك صعوبة كبيرة أمام ضحايا الأخطاء الطبية للحصول على تقارير من هذا المجلس. نعم. وبالتالي لم يؤدي دوره كما يفترض، ولا توجد مجالس في المحافظات مجالس طبية، ولكن تجتهد النيابة العامة مع مكتب الصحة للحصول على لجان خاصة للتحقق في كل حالة من حالات ادعاء أو وجود خطأ طبي، وهذا يشكل عبء كبير
وعائق امام ضحايا الاخطاء الطبيه او ذويهم، ولا يستطيعون الحصول على تقارير لصعوبه متابعه هذه اللجان. نحن الان امام مشكله كبيره تشريعيه ومشكله اداريه، يجب على مكتب الصحه وعلى وزاره الصحه ان تشرع بتاسيس مجالس طبيه في المحافظات وان تشكل لجان ثابته ودائمه مقراتها معروفه حتى يستطيع الناس اللجوء اليها والحصول على تقارير طبيه لاثبات الخطا من عدمه، لان هناك صعوبه حقيقيه في الحصول على تقارير طبيه من الاطباء ومن المستشفيات الخاصه والعامه لاثبات الخطا من عدمه. وبالتالي هذه مهمه رسميه، يجب على وزاره الصحه ومكتب الصحه ان تستوعب هذا الواجب وان تقوم به وان تخفف عن ضحايا الاخطاء الطبيه حتى يعاقب المجرمون وحتى يعاقب من بالفعل. هذا ما يجب سيد عمر، ولكن تكرم بالبقاء معنا. ومشاهدينا سنذهب الآن سويا لمشاهدة هذا الاستطلاع أيضا حول الأخطاء الطبية، نتابع سويا. موضوع شائك جدا، حتى في دول متقدمة علميا ترصد هناك الكثير من الأخطاء الطبية، يعني أنه سنويا دول مثل أمريكا ودول أوروبا ترصد كم عدد الأخطاء الموجودة في دول في دولها، ولكن الفارق أنه ما بين الأخطاء التي تحدث هناك والأخطاء التي تحدث هنا أنه هناك من الجودة ما يحاول أن يضبطوا هذه الأخطاء ويحاول أن يتعلموا من أخطائهم. لكن مثلا في اليمن الآن وفي ظل وضع الحرب، هذه القائمة الحرب الكارثية المستمرة لحد أكثر من 5 سنوات الآن، الوضع الكارثي في اليمن وعدم الاهتمام خاصة في مدينة تعز، عدم الاهتمام بالكادر الطبي، عدم الاهتمام بالقطاع الطبي بشكل عام. طبعا نحن نعرف في بداية الحرب أن القطاعات الطبية انهارت في مدينة تعز، والصرف الصحي والمؤسسات الطبية والمستشفيات استهدفت، نزوح الكادر الطبي، هذا كله يؤدي إلى كوارث طبية وليس مجرد أخطاء طبية. في المرحلة الأخيرة هناك العديد من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الأخطاء الطبية لطواقم العمل فيها سواء في المستشفيات العامة أو الخاصة. كما نلاحظ خسران تعز أحد رموزها الشبابية وهي الأستاذة عايدة العبسي، وهي أيضا فقدت حياتها بسبب خطأ طبي أثناء إجراء عملية لها في مستشفى الثورة العام. نحن نعتقد أن هذا أصبح أمر مأساوي تشهده محافظة تعز، ولا نستطيع أن نقول لوزارة الصحة يجب أن إعداد خطة لإنقاذ حياة العديد من الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات بسبب أمراضهم. لذلك لم نلتمس من وزارة الصحة أي خطوات جدية. نحن نلاحظ منذ بداية اندلاع الحرب على محافظة تعز غادرها معظم الأطباء المتميزين والأكفاء خلال الفترة الماضية، وذلك سواء لانعدام المرتبات في المرحلة الماضية أو لأن المرتبات غير كافية لأي شيء. في المرحلة الأخيرة عانت محافظة تعز من الأخطاء الطبية وتدهور الكادر الطبي في المحافظة، ونتيجة هذه الأخطاء فقدت تعز أحد رموز النضال، أحد وأبرز شباب 11 فبراير وهي الأستاذة عايدة العبسي رحمة الله عليها. نحن الآن نطالب وزارة الصحة ومثلة بمكتب الصحة محافظة تعز أن يتلاشوا الأخطاء هذه، توفير كادر طبي، استدعاء الأطباء الذين يتواجدون خارج المحافظة. طبعا تعز في هذه المرحلة بحاجة ماسة لوجود الأطباء، بحاجة ماسة لتكاتف الجهود. طبعا هناك إهمال في الجانب الصحي بشكل كبير جدا في محافظة تعز. تعز تعاني من الإهمال الصحي، تعاني من الإهمال الخدمي، وجود أطباء مستجدون لا يستطيعون ممارسة أعمالهم بشكل جيد. نحن نطالب وزارة الصحة بالضغط على الأطباء المتواجدين خارج المحافظة بسرعة العودة وسرعة العمل وسرعة تنظيم العمل الصحي والاهتمام بالجانب الصحي. الجانب الصحي يعتبر إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع حول الأخطاء الطبية. ونعود الآن لضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، السيد تيسير السامعي. سيد تيسير، يعني فيما يخص المجلس الطبي الأعلى، هنا تحدث ضيفنا الآخر السيد عمر الحميري بأنه كيف نرجو الحل من هذا المجلس وهو المشكلة في الأساس، هل تتفق مع ما ورد؟ نعم فعلا أخي العزيز، مجلس طبي أنا بصراحة رغم أني يعني عضو في القطاع الطبي او القطاع الصحي، لكن انا الاول مره اسمع عن مجلس طبي.
هذا المجلس يعني يعني قد نقول لك يعني كنت كما قلت لك سابقا بانه هناك شلل كبير جدا في وخلل موجود في المنظومه الطبيه بشكل عام جدا. هذه المنظومه كانت الخلل كان موجود سابقا، والان عندما جاء الحرب يعني زادت الطين بله وانهارت كثير من المؤسسات الصحيه الموجوده في البلد. لذلك انا قلت لك اليوم هناك صحيح مجلس طبي ولكنه كله عباره عن كلام نسمعه في الورق او قرارات في الورق، لكن على ارض الواقع لا يوجد شيء. الوضع يعني الوضع الطبي هو جزء لا يتجزا من الوضع المزري الذي تعيشه البلد بشكل عام يعني. واليوم يعني المساله تحتاج منا الى تكاتف الجميع. يعني الوضع القطاع الطبي بحاجة إلى إصلاح بشكل شامل بشكل شامل. بالضبط. الوصول إلى تنمية صحية سليمة بحاجة إلى وقت طويل جدا، بحاجة أولا إلى تأهيل الكادر، تأهيل الكادر تأهيل علمي جيد. أيضا بعد التأهيل لابد أن توفر له يعني الإمكانيات وتوفر له وسائل العيش الذي يستطيع أن يعيش حياة رغدة بحيث يمارس عمله بكل أريحية. الكوادر موجودة أخي، نحن لدينا كوادر، لا نقول أنه ما فيش كوادر، الكوادر موجودة ولدينا كوادر ربما تضاهي كالكوادر في العالم، لكن هذه الكوادر لم تعطى الفرصة بحيث أنها تقدم ما عندها. مثلا هنا في مدينة تعز كثير من الكوادر الطبية هاجرت إما خارج المحافظة أو خارج البلد، والآن المستشفيات لا يتوفر فيها حتى 30% من الكادر المحسوب عليها. اليوم نحن بحاجة إلى عمل كبير جدا بحيث أننا نعيد المنظومة الصحية إلى ما كانت عليها، بحيث أنها تحقق الحد الأدنى من الخدمات. ليس يعني الحد الأدنى من الخدمات، يعني لكن الوضع بحاجة إلى جهد وتعاون الجميع. أنا أدعو هنا أننا يجب أننا نتضافر ونتكاتف جميعا بحيث أننا نعمل على إصلاح جميل. لكن هنا نقطة أود الحديث معك قبل انتهاء الوقت سيد تيسير. سيد نقصير هنا تيسير هنا نقطة فقط أود الحديث بها معك من قبل أن يداهمنا الوقت، في مسألة أن الناس أو كثير ينظرون إلى المشكلة أو المصيبة الأكبر من الخطأ الطبي هي التشخيص. للأسف يعني هناك حالات مسجلة وموثقة وقد كتب عليها كثير في مسألة أنه يشخص لك بأنك مصاب بمرض السرطان ويباشر بإعطائك جرع كيمائي، وبالتالي تضطر للسفر خارج البلاد يعني استكمال العلاج. تتفاجأ بأن المريض ليس مصاب أساسا بالسرطان، وأيضا الجرع الكيماوي دمرته وأضافت له مشاكل أخرى، وأيضا حالات شخصت بأنه يعاني من فشل كلوي، وحينما سافر خارج البلاد وجد أن المشكلة متعلقة بالدم وليست بالكلى، وبالتالي أيضا التشخيص مصيبة أكبر من الخطأ الطبي نفسه. نعم فعلا أخي، هذه مشكلة فعلا موجودة، وأنا أقول لك ونعاني منها جميعا. الطبيب ربما يعاني أكثر من المريض، لأنه هنا الطبيب أمام مسؤولية ومسؤولية اجتماعية ومسؤولية إنسانية، فهو مطالب أن يقدم خدمات طبية راقية، وهو مطالب أنه يعني يعمل يكون سبب في شفاء هذا المريض. لكن في النهاية الطبيب يعني ما بيدي حيلة، يعني ربما بعض الطبيب لا يجد يعني لا يفعل إلا ما يقدر عليه. جميل. فنحن هنا يعني المشكلة كبيرة، يعني نحن اليوم لو قارنا ما تصرفه الدول على الصحة مقارنة بما تصرفه الدولة عندنا على الصحة، سنجد أنه لا شيء. إذن هي مشاكل يعني كثيرة ويجب إعادة النظر بها والوقوف عليها بجدية من قبل الجهات المعنية ممثلة بوزارة الصحة والدولة بشكل عام. أشكرك جزيل الشكر سيد تيسير السامعي، يعني مسؤول الإعلام التثقيفي في مكتب الصحة، كنت معنا من تعز عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك. وأعود هنا لضيفي السيد عمر الحميري. يعني سيد عمر، أنتم في ما يتعلق
يعني هناك في مسألة قضية سيدة عائدة هناك أشبه بحملة، يعني هل يعني فقط أن الحادثة التي وقعت يعني اضطرتكم لأن يعني تصرخون وتطالبون بالكشف عن الملابسات وبالتالي يعني فترة بسيطة وسينتهي الأمر، أم أن هناك يعني عمل متكامل سيتم في متابعة هذه القضية حتى الوصول إلى الإنصاف؟ أخي الكريم، لسنا أمام ثورة صغيرة تبدأ بوفاة عايدة العبسي وتنتهي بعد وقت عندما يختفي الانفعال. نحن أمام مشكلة حقيقية تعاني منها مدينة تعز والمحافظة بشكل عام، محافظة عدن وصنعاء. هذه المشكلة تتمثل في عدم وجود آليات عقابية للأخطاء الطبية التي تعبر عنها تعتبر جريمة. لا يوجد هناك نوع من الحرص، ولا يوجد هناك نوع من الخوف من العقاب لدى الأطباء الذين يتساهلون بأرواح الناس. نحن الآن نتحدث عن حملة وعي، حملة إعادة تنبيه إلى خطورة هذا الملف، وحصلنا على وعود من مدير مكتب الصحة والسيدة وكيلة المحافظة إيلان عبد الحق بأنهم على خطوات من تشكيل لجنة طبية ثابتة ودائمة في محافظة تعز تنظر حول قضايا الأخطاء الطبية وتصدر تقاريرها بشكل دائم، ولا يحتاج كل صاحب قضية أن يشكل لجنة بحد ذاته، وهذا يعتبر إنجاز إذا تم، ونحن ندعوهم لاستكمال هذا الأمر والإعلان عنها كون لديهم الصلاحية الكافية لإعلان عن لجنة طبية دائمة في محافظة تعز يكون عملها استشاري. لماذا نقول أن علينا الحصول على لجنة طبية تنظر في هذه الأخطاء؟ لأن النيابة العامة لا تنظر في أي شكوى ادعاء أخطاء طبية إلا إذا كان هناك تقرير يثبت وجود شبهة أو وجود إثبات ولو بسيط عن وجود خطأ طبي أو إهمال متعمد حتى تنظر في هذه القضية على بكونها جريمة، وبالتالي لا يستطيع المواطن الحصول على هذا التقرير. فتشكيل هذه اللجنة يعتبر اللجنة الأولى والخطوة الأولى والهامة والحاسمة التي يعجز عنها المواطنين عن الحصول على هذه التقارير، لأن هناك نوع من التضامن المخجل. أحيانا نقول أن بعض الأطباء يتضامنون بشكل مخجل، ونحن نستثني الأطباء الشرفاء. هناك نوع من التضامن المهني اللامسؤول حول عند طلب تقارير طبية في وجود أخطاء طبية. نحن لا نتحدث عن عمليات معقدة، نتحدث عن عمليات بسيطة، عمليات بالضبط حصوا من المرارة، هذه عملية بسيطة جدا وتعد من العمليات البدائية التي لا تحدث فيها أسباب وفاة غالبا، ولكن هناك حالات تحدث، هناك عمليات بسيطة تكون فيها الوفاة، هناك عمليات بتر لا غير ضرورية، بتر للأضرار. إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر سيد عمر، يعني الوقت داهمنا وأشكرك جزيل الشكر سيد عمر الحميري محامي وناشط حقوقي كنت معنا من تعز. ومشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة، ويعني فيما يتعلق بهذا الملف يعني نؤكد بأن يعني بلقيس ملتزمة بمسؤوليتها أمام يعني كل ما يمس المواطنين سواء في جانب طبي أو جوانب أخرى، سيتم متابعة جميع القضايا والمواطن هو قضيتنا الأولى. وفي الختام أشكر جميع ضيوفي وتقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من الإعداد والتنسيق الزميلة إلهام عامر، ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.